وين واحدة إلا برضو لفنا الثانية جوا. استهداف جديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة تشريع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، متواجد في هذا المكان مع الاستهداف بأكثر من صاروخين لمنزل في هذه المنطقة. نحاول التقدم. يعني في هذا المكان المختط بالسكان المختط بالعائلات أيضا والمواطنين في هذه الساعة من النهار هذا اليوم، الاحتلال يطلق عدة قذائف مدفعية وعدة صواريخ على أحد المنازل في منطقة مشروع بيت لاهيا، وهناك خطورة كبيرة من الدخول إلى المكان أو البحث عن مفقودين أو شهداء أو المصابين داخل هذا المكان. الساعة تقريبا 8 صار بقيت في قلب البيت، صارت هواية قذيفة، جينا جرينا هنا بسرعة على دار شعلان، دار حرب شعلان، في نفس دخلنا التموا الناس، لما التموا الناس دخلنا جوا نطلع في زلمة عاجز طلعناه ضرب الهواية الثانية، الصوب مجموعة هون بيجي حوالي 15 واحد، بعدها بشوية اجى الاسعافات طلعنا ضربوا ايش دار لبد، بعدها بشوية ابو خمس دقائق ضربوا دار الطنانة، ضرب غاد، في اصابات في دار الطنانة، اصابات في دار لبد، اصابات في دار شعلان. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منازل المواطنين في شمال قطاع غزة في كل صباح وفي كل يوم. بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي الآمنين والأطفال والنساء في منازلهم. هذه الحرب الكاشفة الفاضحة كشفت جميع القوى في المنطقة وفي الإقليم وفي العالم، كل عالم منافق، عالم كاذب، لا ندري ماذا فعل الشعب الفلسطيني. هذا احنا مشكلتنا هي 7 اكتوبر، مشكلتنا منذ 80 100 عام منذ 1917، وسبب مشكلتنا هي بريطانيا التي تدعي حقوق الانسان وتدعي المسؤوليه وتدعي حمايه الافراد. في حد هان تتكرر استهدافات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، منازل المواطنين، الأماكن العامة، مراكز النزوح، خيام النازحين، كل تحت طائلة الاستهداف الإسرائيلي. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين.